يتقدم للكرة ويحاول هدف سادس إماراتي، هدف سادس إماراتي بطريقة جميلة، بطريقة غريبة، بطريقة رائعة، إذ يا بعوانة وضعها بهذه الصورة الحلوة الحلوة الحلوة، يعني فيها بعض الشيء ممكن نقول مبالغة، لكن الكرة في الشباك استقرت لبنانية، وقد سجل ذياب عوانة هدفا سادسا في هذه المباراة. ضرب الجزاء كانت غريبة، نفذها بطريقة غريبة بطريقة عجيبة. شوف 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 ذياب وضح، حتى حارس المرمى كان مستغرب. في 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 لبنان المغنية الشهيرة صباح تغني يا دلع يا دلع الدلع على ذياب عوانة، طلع الآن، وعلى الإمارات طلع بهذا الهدف الملعون.